أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في خدمة دروس ومع درس جديد للصف السادس ابتدائي بعنوان ما الهضم وما الإخراج؟ سيقدمه محدثكم تامر المطرفي، فأهلا وسهلا بكم جميعا. سنتعلم اليوم وصف عملية الهضم والهدف منها، عملية الإخراج والأعضاء المشتركة فيها، المقارنة بين عملية الهضم والإخراج في الفقريات واللافقريات. نبدأ مستعينين بالله درسنا. بداية، لاحظوا معي أولادي هذه الصورة وهذه الطفلة التي تأكل هذا الغذاء. السؤال: هل تستطيع هذه الطفلة إدخال الطعام في فمها دفعة واحدة؟ يعني هل تستطيع أن تأكل هذا الطعام الموجود في هذا الصحن من مرة واحدة؟ هاي أولادي، بطبيعة الحال صعب، بطبيعة الحال يصعب عليها. طيب ما الذي يجب عليها فعله حتى تستطيع إدخال ذلك الطعام في فمها؟ هاي أولادي، ما هي الطريقة حتى تأكل هذا الطعام كاملا؟ نقول ماذا؟ نقول تقطعه إلى أجزاء، فتجزئ هذا الطعام جزءا جزءا حتى يتم التهام هذا الطعام. إذن هذا الطريقة، طريقة ماذا؟ إدخال الطعام على أجزاء. طيب السؤال: ما هو الجزء الموجود في الفم يا أولادي اللي يساعدني على تجزئة الطعام؟ أي جزء في الفم يساعد في تجزئة الطعام؟ ما هو الجزء في الفم؟ هاي أولادي، لاحظوا معي عند المؤشر اللي هو ماذا؟ الأسنان. فالأسنان مسؤوليتها تجزئة الطعام وتقطيعه. هذا الذي يحدث يا أولادي في أكل الطعام وتجزئته هو بالفعل يشبه ما يحدث للطعام في عملية الهضم. فأنت عندما تأكل الطعام من الفم وتقطعه إلى أجزاء صغيرة، ثم يذهب إلى المعدة، ثم بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة، كل ذلك لماذا؟ من أجل أن الخلية تستفيد من ذلك. فجسمك الآن وجسم المخلوقات الحية، الكائنات الحية، تمتلك ملايين الخلايا الموجودة في جسمها. فمثلا يوجد خلايا عضلية في العضلات، ويوجد خلايا عصبية في الدماغ أيضا، ويوجد هناك خلايا في الدم. كلها هذه الخلايا تحتاج إلى غذاء. الغذاء هذا لا بد أن يأتي لها على شكل أجزاء بسيطة صغيرة مقطعة مجزأة حتى تصل إلى الخلية. لاحظوا معي في هذا المقطع يا أولادي عملية الهضم، وتأمل معي من خلال هذا المقطع. لاحظوا معي الآن، هذه أجزاء الجهاز الهضمي. نبدأ الجهاز منذ دخول الطعام إلى الفم. لاحظوا معي، يدخل الطعام إلى الفم. طيب وبعد ذلك يا أستاذ؟ يتم مضغه وإفراز اللعاب، فاللعاب يساعد أيضا في عملية تقطيع الطعام. طيب بعد ذلك أين يذهب؟ أين يذهب هذا الطعام؟ من الفم إلى المريء، يمر بالمريء ثم إلى أن يصل إلى المصنع. هنا المصنع هذا يطحن الطعام اللي هو المعدة. المعدة هذه يا أولادي يتم فيها خلط الطعام وإفرازات العصارة المعدية، فتبدأ بعد ذلك يذهب إلى، ثم بعد طحنه يذهب إلى ماذا يا أولادي؟ إلى الأمعاء الدقيقة. مرور بعد ذلك الطعام الغير مهضوم يذهب عن طريق الأمعاء أيضا الغليظة. هذه العملية اللي احنا شفناها بشكل مبسط تسمى عملية الهضم، يطرقون عليها عملية الهضم. يمر من الفم ثم المريء ثم بعد ذلك إلى المعدة ثم يصل إلى الأمعاء الدقيقة
وهذه الأمعاء الدقيقة تمتص الطعام وتدخله وتفرزه داخل ماذا يا أولادي؟ داخل الدم، ثم الدم ينقله إلى أعضاء الجسم، إلى خلايا الموجودة في الجسم. طيب السؤال، لماذا يجب هضم الطعام في الجسم؟ سؤال، لماذا يجب هضم الطعام في الجسم يا أولادي؟ يا أولادي، لماذا يجب هضم الغذاء في الجسم؟ ما الفائدة من هضم الغذاء في الجسم اللي هو الطعام؟ ماذا نستفيد من ذلك؟ قلناها في أول الشريحة. يا أولادي، من المستفيد في الجسم؟ قلنا أنها عضلية وعصبية وموجودة في الدم، سميناها بماذا؟ بالخلايا. فالأمعاء الدقيقة تمتص الطعام والغذاء المهضوم المقطع إلى أجزاء صغيرة بسيطة، وتذهب به عن طريق الدم إلى الخلايا. فإذن أهمية ذلك لكي تستطيع هذه الأمعاء الدقيقة امتصاصه، ومن ثم نقله إلى من؟ للخلايا الموجودة في جسمك، الخلايا العصبية، الخلايا العضلية، خلايا الدم، بواسطة الدم للاستفادة من ذلك الغذاء المهضوم. طيب، عملية الهضم يا أولادي تمر بمراحل، تمر بمراحل. أولا يكون عبارة عن غذاء، ثم بعد ذلك يتقطع وينطحن في المعدة إلى أن يصل إلى أجزاء غذائية بسيطة يطرح في داخل الدم، ثم يصل إلى الخلية، ثم يصل إلى داخل الخلية. هذه خلية واحدة فقط. طيب، إذن هذا المقصود بماذا يا أولادي؟ هذا المقصود بماذا؟ بعملية الهضم، هو بلع الغذاء في الفم، تفكيكه إلى أجزاء بسيطة من خلال المعدة والأمعاء، يمكن بعد ذلك للخلية الاستفادة منه. طيب السؤال، لماذا يجب أن تحصل الخلية على الغذاء؟ ما الفائدة أن الخلية تحصل على الغذاء يا أولادي؟ في جسمك يا أولادي، لاحظوا معي، في جسم الإنسان وفي جسم المخلوقات الحية هناك طاقة. هناك ماذا؟ هناك طاقة. فمثلا عند الإنسان، أنت عندما تأكل وجبة الطعام، وجبة الغذاء، فتحصل على الطاقة، وبالتالي تستطيع أن تتحرك وأن تمارس الرياضة وتلعب. لماذا؟ لأنك أنت تناولت وجبة الطعام التي يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها الطاقة. أيضا المواشي والحيوانات والمخلوقات الحية الأخرى، فتحصل مثلا بعضها على ماذا؟ على الطاقة من خلال مثلا المواشي، من خلال الأعشاب، النباتات التي تأكلها، وهكذا. إذن الخلية تحصل على الغذاء من أجل الحصول على الطاقة، من أجل الحصول على ماذا؟ الطاقة، بحيث تستطيع أن تعمل هذه الخلية. طيب ماذا ينتج؟ ماذا ينتج بعد حصول الخلية على الطاقة؟ ما الذي ينتج من ذلك يا أولادي؟ ينتج اللي هي الفضلات أو المواد الضارة. الفضلات والمواد الضارة، بعد أن تستفيد الخلية من الطاقة ومن الغذاء، ويدخل إلى داخلها غذاء وأكسجين، يخرج منها اللي هي الفضلات والمواد الضارة، مثل ثاني أكسيد الكربون، مثل الماء، الأشياء التي لا يحتاجها ولا تحتاجها الخلية، تخرج على شكل فضلات، وهذا الذي ينتج بعد عملية الهضم. إذن هذا يعطينا يا أولادي اللي هو تعريف والمقصود بالإخراج. فالإخراج هي عملية يتم فيها تخليص الجسم من الفضلات والمواد الضارة. والفضلات هي عبارة عن فضلات لا قيمة لها في الجسم، ما يحتاجها الجسم، بالعكس بعضها لو جلس وفي داخل الخلية ربما يسمم الخلية في جسم المخلوق الحي. فإذن هذا بالنسبة لتعريف الإخراج، هو عملية يتم فيها تخليص الجسم من ماذا؟ من فضلات المواد الضارة، من فضلات المواد الضارة. طيب، الهضم في اللافقريات والفقريات. المخلوقات الحية أخذنا يا أولادي في دروسنا السابقة أنها تنقسم إلى قسمين،
هناك يسمونها لا فقريات، لا فقريات، وأطلقنا عليها لا فقريات. المقصود فيها يا أولادي هي ماذا؟ هي التي يا أولادي تتذكرون لا فقريات هي التي ليس لها ماذا؟ ليس لها عمود فقري، ما عندها عمود فقري، لا يوجد عمود فقري فيها، يسمونها لا فقريات هذه المخلوقات الحية. طيب هناك أولادي مخلوقات حية عندها عمود فقري يسمونها الفقريات. طيب الهضم نبغى نعرف اليوم الهضم عند اللا فقريات والهضم عند الفقريات، يعني عند اللي عندها موجود عمود فقري وأيضا عند اللي لا يوجد لها عمود فقري. فمثلا في اللا فقريات يا أولادي تمتلك جهاز هضمي بسيط جدا، الحيوانات والمخلوقات التي ليس لها عمود فقري الجهاز الهضمي فيها بسيط. مثل مثال أخذنا مثال الآن، مثل دودة الأرض. دودة الأرض يا أولادي تعتبر من الحيوانات التي ليس لها عمود فقري. طيب كيف تتم عملية الهضم؟ عملية الهضم فيها، لاحظوا معي، لدودة الأرض جهاز هضمي بسيط، لاحظوا معي كلمة بسيط، عبارة عن أنبوب داخل أنبوب يمر من خلاله ماذا؟ الغذاء ويهضم. لاحظوا معي هذا الفم، هناك فتحة في دودة الأرض لابتلاع الغذاء وفتحة للتخلص من الفضلات، هذا بالنسبة لجهاز الهضمي لدودة الأرض. إذن في اللافقريات تمتلك جهاز هضمي جدا بسيط، فتحة لإدخال وإبلاع وابتلاع الغذاء والأخرى للتخلص من الفضلات. طيب نبغى نعرف يا أستاذ كيف الهضم عند الفقريات التي لها عمود فقري؟ التي لها عمود فقري يا أولادي الجهاز الهضمي فيها معقد، مخصص أكثر تخصصا، يبدأ لاحظوا معي من الفم ثم ينتقل إلى المريء ثم إلى المعدة ثم يفرز الكبد وبنكرياس إفرازات ثم ينتقل إلى الأمعاء الدقيقة ثم يفرز في الدم ثم ينتقل إلى الخلايا. لاحظوا معي كيف الجهاز الهضمي عند الفقريات جدا معقد وأكثر تخصصا لكل عضو موجود في هذا الجهاز. إذن الجهاز الهضمي في الفقريات لها جهاز هضمي أكثر تخصصا. طيب نأخذ مثال، لو أخذنا مثال في الإنسان مثل ما شفنا في المقطع، فما هي الأعضاء التي يحدث فيها الهضم في جسم الإنسان بداية؟ هاي أولادي ما هي الأعضاء التي يحدث فيها الهضم في جسم الإنسان؟ من فين تبدأ عملية الهضم في جسم الإنسان؟ تبدأ من من ماذا؟ من الفم. طيب وتنتقل إلى أن تصل في هذه المنطقة، إيش سمينا هذه المنطقة أولادي؟ قلنا هذا المصنع اللي يطحن الطعام، إيش سمينا؟ المعدة. ثم بعد ذلك الجزء هذا اللي يمتص الطعام ويفرز فيه الدم ماذا نسميه يا أولادي؟ نسميه الأمعاء الدقيقة، فتقوم الأمعاء الدقيقة بامتصاص المواد الغذائية ونقلها إلى الدم. إذن الأعضاء التي يحدث فيها الهضم في جسم الإنسان الفم، المعدة، والأمعاء الدقيقة. طيب سؤال، لماذا تعددت الأعضاء المشتركة في عملية الهضم عند الفقريات؟ لماذا الأعضاء في جسم الفقريات يا أولادي متعددة، أكثر من عضو يشترك في عملية الهضم؟ فتبدأ مثلا من الأسنان، وأيضا هناك في المعدة إفراز بعض السوائل، وأيضا في الأمعاء الدقيقة. لماذا هذه الأعضاء تتعدد؟ بسبب ماذا؟ هل مثلا نأخذ مثال في الفقريات، هل مثلا الإنسان يأكل نوع واحد من الغذاء؟
ها يا أولادي، هل تتناولون نوع واحد من الغذاء أو أكثر من نوع؟ بطبيعة الحال أكثر من نوع يتغذى عليه مثلا الإنسان، ولذلك الجواب بسبب تنوع الغذاء، بسبب تنوع الغذاء النباتي، غذاء اللحوم، فلذلك تشترك تلك الأعضاء في عملية الهضم عند الفقريات. نأخذ مثال على الفقريات يا أولادي، مثلا هذه البقرة، البقرة مثلا تتغذى على ماذا؟ ماذا يوجد تحتها؟ تتغذى على الأعشاب، هي النباتات، ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق لها أسنان قادرة على طحن ماذا؟ قادرة على طحن الطعام وتفتيته. وأيضا مثلا غير البقر الأرانب، الأرنب ماذا يا أولادي يتغذى على ماذا؟ على الأعشاب وعلى النباتات، الفيلة. فالله سبحانه وتعالى في الفقريات خلق لها أجزاء تساعدها على عملية الهضم، ثم بعد ذلك لاحظوا معي جهاز الهضم لها مريء، معدة، وأيضا إلى أن يصل إلى الأمعاء، فجهازها الهضمي جدا متنوع بسبب تنوع الغذاء. لاحظوا معي الحيوانات مثلا، هذا مثال آكلات النباتات، لها أسنان قادرة على طحن الغذاء، وتحتوي أيضا أجهزتها الهضمية على البكتيريا، فالبكتيريا أيضا الموجودة في الجهاز الهضمي مثلا للبقر للأرنب تساعدها في هضم لماذا؟ هضم الأنسجة النباتية اللي هي النباتات. إذن هذا المثال على الفقريات. طيب ما هي الأعضاء التي تشترك في عملية التخلص من الفضلات والمواد الضارة؟ ها يا أولادي، ما هي الأعضاء التي تشترك في عملية التخلص من الفضلات التي لا يحتاجها الجسم؟ إيش نقول عنها يا أولادي؟ يشترك أكثر من جزء في التخلص. أولا المستقيم، هذا المستقيم يتم تخليص الفضلات من خلاله. أيضا عندي الكبد، يتم تخليص الجسم من السموم والأشياء التي لا يحتاجها الموجودة في الجسم. الرئتين تتخلص من ماذا؟ الرئتين يا أولادي، من الرئتين قلنا أنها تأخذ الأكسجين وتخرج أيضا ماذا؟ ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون أيضا من الفضلات والمواد الضارة. الجلد أيضا يعتبر عضو يشارك في عملية التخلص من المواد الضارة عن طريق العرق، وأيضا الكليتين. إذن هذه تسمى الأعضاء التي تساعد على التخلص من الفضلات والمواد الضارة في الفقريات. طيب صل هذه المفاهيم بما يناسبها من عبارات. لاحظوا معي عندي أكثر من عبارة لها دور كبير في إخراج المواد الضارة، تخليص الجسم من الفضلات والمواد الضارة، لها جهاز هضمي بسيط التركيب، وتعمل على طحن الطعام، وأيضا تحتاج الغذاء من أجل الحصول على الطاقة، وأيضا تحويل الطعام إلى أجزاء صغيرة يسهل امتصاصها. عندي هنا مفاهيم أولادي نبغى نصلها بهذه العبارات، فنأخذ أول عبارة معكم، لها دور كبير في إخراج المواد الضارة. هاي أولادي إيش نطلق عليها؟ لها دور كبير في إخراج المواد الضارة من الجسم، مثل ثاني أكسيد الكربون. هاي أولادي مثل ثاني أكسيد الكربون إيش سميناها؟ اللي هو الرئتين، الرئتين مسؤولة عن إخراج المواد أيضا الضارة. طيب تخليص الجسم من الفضلات والمواد الضارة أطلقنا عليه ماذا؟ هضم ولا إخراج؟ ها يا أولادي تخليص الجسم من الفضلات والمواد الضارة أطلقنا عليه الإخراج. طيب لها جهاز هضمي بسيط التركيب، ها يا أولادي اللي بسيط تركيبها
مثل دودة الأرض هاي أولادي، التي ليس لها عمود إيش، التي ليس لها عمود فقري، اللي هي ماذا؟ اللا فقريات. طيب، تعمل على طحن الطعام هاي أولادي. ما هو الجزء الذي يعمل على طحن الطعام ويوجد في الفم؟ اللي هو ماذا؟ الأسنان. طيب، تحتاج الغذاء من أجل الحصول على الطاقة، من أجل الحصول على الطاقة موجودة في جسمك، قلنا منها ملايين الخلايا، فهي تحتاج إلى الغذاء من أجل أن تحصل على الطاقة. ثم أيضا أخيرا الهضم، هو تحويل الطعام إلى أجزاء صغيرة يسهل امتصاصها. لاحظ الأجوبة على هذه المفاهيم، لاحظوا معي: الهضم تحويل الطعام إلى أجزاء صغيرة، الإخراج تخليص الجسم من الفضلات، الأسنان تعمل على طحن الطعام، والرئتين لها دور كبير في إخراج المواد الضارة، واللافقريات لها جهاز هضمي بسيط التركيب، والخلايا أخيرا تحتاج الغذاء من أجل أن تحصل على الطاقة. إذن تعلمنا اليوم يا أولادي من خلال درسنا عملية الهضم وعملية الإخراج، وقلنا أن عملية الهضم هي تحويل الطعام إلى أجزاء صغيرة يسهل امتصاصها لتستفيد منها الخلايا من أجل أيضا الحصول على الطاقة. وقلنا أن هناك في عملية الهضم عندنا قسمين: اللافقريات، وهي التي ليس لها عمود فقري، وأخذنا منها مثال اللي هي دودة الأرض، وقلنا أن هناك أنبوب يمر من خلاله أنبوب صغير آخر، أيضا هناك تكون فتحة لابتلاع الغذاء وفتحة للتخلص من الفضلات عند اللافقريات، وقلنا أنها تمتلك جهاز هضمي بسيط. أما الفقريات مثل البقر فهي تمتلك جهاز أكثر تخصصا، ومثلا أيضا الإنسان، فامتلاكها لجهاز مثل جهاز الهضمي المعقد للإنسان. أيضا أخذنا مثال أو عملية أخرى، وهي عملية الإخراج، وهي تخليص الجسم من الفضلات والمواد الضارة، وقلنا أنه ممكن أيضا الأشياء الأمثلة على تخليص الجسم من الفضلات نتذكر مع بعض، اللي هي الرئتين تخرج غاز ثاني أكسيد الكربون، الجلد أيضا يعتبر من الأعضاء التي تشترك في عملية الإخراج، أيضا الرئتين، أيضا الكبد، وأيضا الكليتين، هذه تسمى أعضاء الإخراج الموجودة في جسم المخلوقات الحية. هذا ما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم من خلال مرجعنا أو كتاب العلوم لسادس ابتدائي منهج العبيكان، تجدونه على هذا الرابط، وللتواصل ولمزيد من الدروس عبر موقع عين وعبر الحساب التويتر والرقم الموجود أمامكم. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.